السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. عملية تحرير الملك العمومي هنا بمدينة صخيرات، وفي نفس الوقت أشغال إعادة تأهيل جنبات المحلات كما كتشوفوا معنا. هنا فين وصلت الأشغال بعد ما كدوز عملية الحفر هنايا، تبارك الله خدمة كبيرة كدار هنا. اللهم يسر الله يسخر الأمور. غادي ندوزو معاكم الأمور اللي كتعلق، تبارك الله هادشي ولا زوين، هادشي ولا زوين. شوفو تبارك الله الصورة هنايا، يا سلام عملية تبليط داكشي على أعلى مستوى. هادشي كله غيسرى على جميع المحلات، هادشي غيسرى على جميع المحلات هنايا في مدينة صخيرات. ها النقطة وصلت هنايا، يعني دابا غادي يقطعوا لينا الجهة الأخرى، جهة المركز ديال المدينة. أكيد في ظل هاد الأشغال غتكون عندنا واحد الحملة ديال تحرير الملك العمومي كبيرة بزاف. علاش؟ لأنه كنهضروا على أشغال اللي قدام المحلات وفي جناب المحلات، وكنهضروا على معدات ديال الحفر ومجموعة من الأمور. كاين الناس اللي كتحط وسط الطريق، كاين الناس اللي كتسد الطريق، هادشي راه ما غاديش يكون الإخوان. فهذه رسالة، للناس اللي عندها إمكانية كيفاش تدير، تكريم حال تقضي الغرض. ورسالة كذلك للجهات المسؤولة هنا في جماعة صخيرات، أنه يعني تسرع الوتيرة ديال الأسواق النموذجية وإضافة أسواق نموذجية أخرى. شفنا الحمد لله سوق البساتين، شفنا السوق الآخر اللي جابين الرياحين والميموزا، وهنايا واحد الحملة ديال تحرير الملك العمومي اللي كتعلق بهذا الشارع هذا اللي عانى لسنوات، لكن بفضل تدخلات ديال السلطات المحلية ولينا كنشوفوا الطريق هذه كتدي وكتجيب. ربما السؤال المطروح اللي كيتسالوا الناس، واش الكروسه حتى هنا في الصخيرات ما غاديش تبقى؟ اشنو المصير ديال الكروسه هنا والطابله والتريبورتور اللي كيبيع السلعه هنا؟ فاليوم كنهضروا على الطريق راه تحلات، وكنتمنى من الله، لان في مدينه الصخيرات كنعرفوا شنو كاين. كاين الناس اللي مقاتلين باش يخلصوا الطريطه، كاين الناس اللي مقاتلين باش يخلصوا الموضوع بعد ما كانوش كيخلصوه، كاين الناس اللي دابا ولات عندهم مصاريف مضاعفه بعد ما كانت الامور مغايره قبل. احنا اليوم ما كنبرروا لتا شي واحد، المهم هو انه الاسواق النموذجيه تطلق في اقرب الاجال باش الناس تلقى ما تاكل وتلقى ما تصرف، لانه كاين مجموعه من طوابل هنا، مجموعه من الكراراس، اكيد غتكون الحمله في الاتجاه ديالهم. فاليوم كناكدوا كاينين الناس تبارك الله اللي خدموا سنوات عندهم محلات ديالهم داخل، غيدخلوا يخدموا لداخل، والناس اللي غيدخلوا للاسواق النموذجيه راه غيدخلوا للاسواق النموذجيه. الا كنا كنهضروا على سوق داك سوق البساتين غيدخلوا له الناس ديال البساتين تما، وهذا اللي جاو في حدا السوق على حساب الامور اللي خدامين على الاخوان اللي مكلفين. وعندنا السوق اللي وراه ميموزا تما، حتى هو غيخدموا لي الناس ديال الرياحين والنواحي تما، يعني باش ما غنبقاو نشوفوا حتى شي كروسه ولا شي امور اللي هي عشوائيه في الشارع. هاد الشارع هذا راه والله ما كنتي تدوز منه في هذا الوقت هذا بالله، يعني واحد الخدمه كبيره كيديروها الاخوان ديال السلطات المحليه، يعني من اجل اننا نشوفوا الطريق مفتوحه بشكل عادي. وكما اكدت لكم انا كنقولها لكم، وانه ان شاء الله غتكون واحد الحمله قويه، حمله كبيره، لان جي اشغال مهمه هنا في الجنبات ديال الطريق الوطني رقم واحد، جي تغييرات كبيره. ف الناس تحاول اللي عنده كيفاش يخدم وعنده البديل. انا كنهضر على اللي كيصور 200 و300 درهم في النهار، الله يزيدو ما حال غتكري بواحد 2500 درهم ولا 3000 درهم قدر المستطاع، وغتقضي الغرض. اما باش نعرق الحركه السير ونسد الطرقان ونعرق الاشغال ديال المدينه،
فهذه امور مرفوضه بالله مره. انتم كما تشوفوا معنا الاشغال في كل مكان، اشغال في كل مكان، وان شاء الله السخيرات غادي تقول الكلمه ديالها. والسخيرات راه اي واحد يكرم محل ديالو في شي بلاصه ولا يدير شي تجاره ديالو، ربي راه غادي يسهل ليه. لان كنهضروا على مدينه السخيرات، الكثافه السكانيه اللي كتعرف، الرواج اللي كتعرف، اللهم بارك، كاين ما يدار وكاين ما يتقال، هذا هو اللي كاين. نتمنوا من الله الخير والتيسير. بعد ما شفنا الاشغال في الجهه الشماليه ديال شارع الحسن الثاني في مدينه الصخيرات والعمليه ديال تبليط الجنبات ديال الشارع، فنفس الامر غادي نشوفوا في هذه النقطه بالذات. دابا عمليه الحفرات منطلقه في هذا الاتجاه هذا، يعني قدام القهاوي هنايا غادي تدوز واحد العمليه ديال الحفر هنا باش يتقاد المستوى ديال جميع البنايات. انا شي ما طالع على شي، غتكون الامور مضبوطه. ونتمنوا من الله ان هاد الاشغال ما تقتصرش فقط على الشارع الرئيسي، نتمنوا من الله انها تدخل مع باقي شوارع واحياء مدينه الصخيرات. إلى هنا مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.